يا رب تدوقها وتبقى زي الفل. نورتينا النهارده. تسلمي. احنا هنعمل لحضرتك مفاجاه. ايه هي؟ خير. مفاجاه يعني مفاجاه هيو شهادته طبعا مش مجروحه. اه. في الاكل بقى والدور اللي بتقومي بيه على الوجه الاسري والعيله. اه. خلينا نشوف هي مين. نشوف المفاجاه. مين؟ ايه مفاجاه ايه؟ يعني هي بنفسها عايزه تيجي هنا تشكرك وتبوس ايدك. مين؟ هو ده الكلام. اتفضلي يا قمر يا عسلايه يا سكرايه. ايه ده؟ كوكا. كوكا 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 كوكتي كوكتي التقاء كوكا الأمورة العسولة بمامتها بوسة. تسلم ايدك يا شباب. اتفضلي. ازيك يا كوكا؟ خليكي واقفة ما تقلقيش. ليه دخلك هنا؟ لا 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 عايزين نسمع الصوت والرئة والحلاوة دي. يلا كلمني. طلعتي قبل كده على الشاشه؟ حلوة. مين ازاي كده دخلت هنا يعني؟ ايه اللي حصل؟ اتفقوا معاكي؟ كوكا قولي لي، عايزه تبقي مذيعه شطوره زي ماما؟ اه بجد؟ يعني امنيتك تكوني مذيعه شطره. قال لك اضرب قالب القدره على فمها تطلع البنت رمبار. ايوه مش المثل بيقول كده؟ اه. هي دي بتطلع استاذه. بس كوكا بقى انا هشتكي لك من هاشم. اتفضل. علاقتها بالاكل مش لطيفه، يعني فين وفين لما بتاكل اي حاجه كده. اه كل البنات الصغيرين كده. طب اعمل ايه بقى؟ بنعمل لهم قرقوس عشان ياكلوا. ايه بقى يلا اتفضلي يا كوكا. طيب. كوكا بصي احنا خلصنا اهو صينيه كاميليا. طبعا يا ودلع كوكا الاسم الكاميليا ايمن معانا المذيعه المستقبليه. المذيعه المستقبليه كاميليا ايمن. شفت ماما عملت ايه؟ ايه رايك؟ حلو. ماما شاطره في المطبخ. اه قولي خشي ساعديها عسل. خشي ساعديها تعملي لها ايه؟ ساعات تكسر البيض في الطاسه. لا بتعمل كريب. قولي للشيف بتعملي الكريب ازاي؟ بتعملي الكريب ازاي؟ قولي لي. طيب تعالي قولي لي بتعملي الكريب ازاي؟ بيض وسكر. اه بيض وسكر إيه؟ وحليب ودقيق. ما شاء الله ده في السن ده وتعرف المقادير دي قدام الجمهور. دي يعني ده يجي منها جدا. الثبات الاعلامي. اتفضلي يا كوكا. اتفضلي يا عسل. كاميليا تعالي اقفي جنبي. تعالي هي حافظه يا فندم. هي حافظه. طيب خلاص. أيوة. يلا ايه الحلاوه والجمال ده؟ جيب لي القمرايه الحلوه اللي على الشاشه دي. احنا مش عايزين نطلع على الشاشه، كفايه الوش السمح والجميل ده. انا بعكسك اهو، انا عندي بنوته من سنك تقريبا اقل سنه. هي كوكا عندها 8 سنين. 8 سنين. ربنا يخليها لك. هي بتحب يعني احيانا كده بتقف معايا. بتعمل الحاجات البسيطه. بحاول اخليها تحب يعني. بشكل او باخر. ولا يجي منها وهي عايزه تطلع مذيعه. لا يجي منها مين يا فندم؟ ده مستقبلها. بسم الله ما شاء الله. قولي لي ايه ماما بتعمل ايه اكل حلو وعايزه تقولي لي على الهواء قدام العالم كله دلوقتي؟ سمبوسه. السمبوسه. سمبوسه. اوه كمان. شاورما. والمحشي. تحب المحشي ورق عنب ولا كرنب؟ ورق عنب. ورق عنب. بتحب الورق عنب اكتر. هتسلم ايدك يا ماما. بس ايه المفاجاه الحلوه دي يا شيف؟ والله العظيم بجد ميرسي. بقدره قادر دخلت كوكا. بقدره قادر جات لنا في الاستوديو. ايوه الحب. ايوه